نكمل موضوعنا. فانا ساعتها بقى عايز ابص مين الفانكشن بتاعتي. فانا ساعتها كده هاجي في السكريبت بتاعتي هعمل فانكشن، الفانكشن دي اسمها ايه؟ جيت برودكت باي اي دي. تمام، بياخد مني ايه؟ بياخد مني مثلا اي دي او برودكت اي دي اهو. خلاص كده، واتفقنا. كان عندنا حاجات ظريفه اللي هي بتقول مين؟ بتقول يو ار ال. طب هل انا عندي حاجه بتجيت اي دي برودكت باي دي؟ ما عنديش حاجه. فانا ممكن تحت كده اعمل فانكشن او بابليك بتريتيرن جيسون ريزالت اسمها جيت برودكت باي اي دي. تمام، بتاخد مني تاخد مني one parameter اللي هو integer id. خلاص كده. طيب عشان انا اجيب product والله اسهل ما يمكن، انت عايز تعمل ايه؟ هقول له db.product.find بس ايه id، انت كده جبت product اه. تمام، ده بيريتيرن ايه؟ لو وقفت عليه كده product find هتلاقيه بيريتيرن حاجه من نوع product. انا جبت له product اهو p equal كذا. عايز تعمل ايه؟ هقول له اعمل ريتيرن ليا جيسون، اقول له ريتيرن جيسون. تمام، هقول له هي البي وجيسون بيفوت لو جيت بس كده. تيجي تعمل جيت باي دي. تمام كده، وهاجي اروح انا في الكريشنز هنا واجي اقول له ده انت هتروح بقى لمين؟ لبرودكت وجيت برودكت باي جيت برودكت باي اي دي. خلاص كده. طيب في السكسس عايز تعمل ايه؟ في السكسس عايز الود كل الايه؟ التكست بوكسز. يعني انا عندي اهو في الموديل دايلوج اهي عايز املى مين؟ التكست نيم والتكست برايس والسيل كات دول سيلكتد. تمام كده. طيب انا عندي اصلا تكست سيل وتكست برايس دول اصلا موجودين قبل كده، ما ينفعش يكون عندي سيم اي دي. سميهم اي حاجه، ممكن تقول مثلا تكست اي نيم. تمام، ممكن تقول له تكست اي اي برايس وستايل اي كاتس في الايديت. اي يعني ايديت عامة يعني. وهاجي هنا بقى اعمل لهم كولينج. يعني هتقول له ايه؟ هقول له يا عم اهو لو سمحت انا عايز اكول الاي دي بتاع تكست اي مين نيم عشان تحط فيه. اقول له دوت فال الداتا دوت مين دوت نيم. ونفس الحكاية ياخد ده كابي واقول له كنترول في داتا دوت برايس. واخر حاجة اللي هي السيل كات هولو كنترول في و اس ال اي كاتس فال دوت اي كاتس اوكي دوت كاتيجوري اي دي. ايه؟ لا ادنى اديني اهو تكست اي نيم تكست اي برايس اس ال اي جيت. تمام كده، وتعال نشوف كده انه بسم الله فاير اهو. واروح لي برودكت كريت وتعال نقول له ايديت ما جابليش اي حاجة. طب تعال نشوف هو اصلا بيروح لبرودكت اي دي ولا لا. اه مش بصينا الفانكشن اصلا، يعني الفانكشن دي المفروض اصلا يحصل لها كولينج. طب انا هل في الايديت مبصيها؟ يعني انا رحت كده في الايديت انا عايز لما يضغط على دي الباتون ده يكل مين؟ يكل الفانكشن اللي اسمها جيت ايه؟ جيت برودكت باي ايه؟ باي دي. فانت كل الحكاية تروح تقول له هنا في الفانكشن في هنا في الباتون هنا ده عنده ايه؟ عنده ايفنت اسمه اوني اوني كليك. صح كده؟ هقول له اوني كليك بتاعتي ايكوال واديله ده كده بالظبط كنترول سي كنترول. خلاص كده، تعال نسيف ستارت وريني كده ايديت. طيب عندنا ايرور. طيب تعال نشوف الايرور ليه.
برودكت جيت برودكت باي مين؟ باي اي دي. طب تعال نشوف الفانكشن بتاعتنا اسمها جيت برودكت باي اي دي ولا لا. جيت برودكت باي اي دي، تعال ناخدها كده كابي ونروح لكرييشن ونقول له انا ما اعتقدش ان في حاجه اتغيرت. برودكت المفروض نشيل الاي دي اصلا. انا اي دي لا، ما الاي دي ده تفاصيله ازاي؟ يعني انا هاجي هنا كده الاي دي ده تمام، عايد على الاي دي ده اللي هي البروبرتي دي، فانا هو هياخد الاي كول الاي دي ده ويبعته لجيت ايه؟ جيت ايه؟ جيت برودكت باي دي. طب تعال نشوف ايرور ليه، يعني تعال نشوف الاول هو مدي ايرور ليه؟ ان هو ما دخلش هنا، تعال نشوف هل هو بيكول هنا؟ يعني تعال نعمل كده ونستارت تاني وتعال نقول له يلا ران. تمام لغايه دلوقتي ما راحش لهناك، يبقى انا عندي مشكله هنا. جيت برودكت باي اي دي. طيب تعال نستوب. طيب فكل الحكايه عامه كان في ان انا بس كنت ببعتش الاي دي فين؟ هنا في اليو ار ال. انا كنت بس انت عملت جيت الاي دي تمام جدا، بس هل بسيطه اليو ار ال عشان يبدا جيت باي اي دي؟ لا، فكان ناقص لي، فعشان كده كان ايه؟ كان كده واقف. فساعتها لو انا جيت عملت ستارت تاني تعال نقول له روح بعد برودكت كرييت وتعال نقول له ايه؟ اديتس. تعال نقول له كونتينيو كده. حاليا تمام، جاب لي اهو لابتوب وجاب لي 25. عندي مشكله بس فين؟ في الكاتيجوري. يعني جاب لي لابتوب اهو، جاب لي مين؟ جاب لي 25 كنت واقف عليهم. يعني مثلا تعال نقف على اي حاجه اللي هو سامسونج اس 3 1200. اديت كونتينيو. عم تعال نشيل الباج دي كونتينيو اهو تمام كده. طيب ليه بقى ما جابش ليه كاتيجوري؟ لان احنا غيرنا اسمها الاي دي بتاعها، فما ما عادش لود فيها ايه؟ لود فيها الداتا، صح كده؟ فانا كل حكايه انا ممكن برضو اجي في نفس الويب كرييشن بتاعتي هنا بقى في كرييت، هنيجي نقول له ايه؟ فين؟ هاخد ده السطر ده كده كده برضو هنا. خد يا عم عشان يعمل لها بايندنج في اللي هو مش مخفيه اصلا، صح كده؟ هيلودها فيها. مش دي اس ال كاتس؟ كان عندنا واحده وكان عندنا واحده ثانيه اسمها اس ال كاتس اللي هي لود في حاله الايديت، بس انا عايز لما كليك يعمل لي عمليه ايه؟ عمليه سيلكشن. فانا ساعتها لو جيت عملت ستارت جيت لود ثاني، جينا رحنا للبرودكت كرييت وجينا قلنا له مثلا هنا edit او حتى تعال نفتحها تاني. لا ما تقلقش خلاص كده تمام. طب هتقول انت عملت ايه؟ هي كل حكايه ان انا اصلا كان عندي، انا عندي اتنين سيلكت، فالسيلكتات بتاعتي كانت بالمنظر الاتي. سيلكت ايه؟ فين الفانكشن دي؟ اه طب ما دي اوكي، دي انت لودنج، خلي بالك دي مخفيه صح؟ فكده كانت عندي جيت كاتيجوريز، انا كنت عايز الاول تلود علشان يلود فيها عشان ما اجي وانا بعمل جيت باي دي يحط لي السيلكتد فاليو. يعني عشان كانت الاول لودت ايه؟ فاضيه. فكنت انا هوصل له الداتا ازاي؟ فاقول له لا بعمل لها بايندنج عشان بعد كده لما اجي اعمل عمليه سيلكت الفاليو يجيب لي السيلكت دي سيلكت فاليو. فانا لودتها وهي مخفيه ولما اظهرها يحط لي السيلكت دي سيلكت فاليو. خلاص كده؟ فانا كده خطوه عمليه كرييشنز او جيت باي برودكت اي دي مفيش اي مشكله. اما جيت انا عملت عمليه الكرييشن بتاعتي اشتغلت معايا ايه؟ طيب ناقصني مين بقى؟ ناقصني الابديتس. الايديت لسه ما عملتش ايديت. يعني لغايه دلوقتي انا لسه ما عملتش ايه؟ ما عملتش ايديت. يعني كل اللي عملته دلوقتي ان انا عملت بس عشان ما اضغط عليه يجيب لي الداتا موديل دايركس، وبعد كده هضغط ايه؟ هضغط ابديتس. صح كده؟ طيب. فانا هاجي هنا كده وهعمل جوه في الباتون ده. انهي باتون بقى؟ هل ده اللي هيعمل ابديت؟ لا، ده كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل جيت باي
برودكت باي تي. طب فين اللي هيعمل ابديت؟ اللي هيعمل ابديت اللي كان عندي في الموديل الدارج بتاعها اللي هو كان اسمه ايه؟ اهو اللي كان اسمه بي 10 كرييت، لا ده هيكون بس اسمه بي 10 اديتس، تمام؟ اللي هو بقى اسمه ايه؟ ابديت. او انا ما بحبش كلمه ابديت، بحب اديت. يضغط ايه؟ يعمل لي الحاجه دي. خلاص كده؟ نفس الكونسيبت. هاجي واقف الديباج كده وهروح هنا في البرودكت كنترولر واجي هنا كده وانا عايز اعمل فانكشن بتعمل ايه؟ ابديت. اهو public دي بترتيف جيسون ريزلت، اسمها ايه؟ اسمها edit. بتاخد منك ايه؟ ممكن اخد اديها الاي دي، كان انتجر اي دي، وكمان ابعت ليها product. ما انا ما استغل حته البايندنج بقى، تمام؟ طيب هتعمل ابديت ازاي؟ هي كل الحكايه ان انت هتجيت الداتا القديمه وكمان هتي هتبصيلها الداتا الجديده مش القديمه. ده اوكي، انا نفسي مش هتفرق من البروجكت، تمام؟ بس انا عملت الشكل ده، ان الشكل ده هتلاقيه على طول كتير، تمام؟ بعت لك الاي دي لوحده وبعت لك ايه؟ الداتا الجديده لوحده، تمام؟ طيب فهو هيعمل لك ايه؟ اهو انا كل حكايه ان انا هاجي اقول له ايه؟ انا عايز اجيب الداتا القديمه. ايوه كوبي ده القديم. خلاص كده؟ تعال نخلي دي بي ار او برودكت، او تعال احسن نقول ان ده اولد بي اولد برودكت، وتعال نقول ان ده نيو برودكت. يبقى انت جبت الداتا دي هتعملها ايه؟ ريبليس بالداتا الجديده. يعني هتيجي تقول له ايه؟ خد يا عم اولد برودكت دوت نيم بتساوي الداتا الجايه القديمه ايكوال نيو برودكت دوت نيم اولد برودكت دوت برايس بتساوي مين؟ نيو برودكت دوت برايس. اخر حاجه تقول اولد برودكت دوت كاتيجوري اي دي بتساوي نيو برودكت دوت كاتيجوري، تمام؟ وعشان يعمل سيف هو ايه؟ لا لازم تقول له سطر مهم جدا، هتقول له دي بي دوت انتري، تمام؟ مين انتري بتاعه؟ قلت له اولد برودكت، قلت له دوت اي دوت ستيت. لو سمحت انا هعمل له ايه؟ موديفايد. فانا كده غيرت الديفولت فاليو بتاعته او الديفولت ستيتس بتاعته من حاله الكرييشن هي ستيت لحاله ايه؟ حاله ابديت. ساعتها هاجي اقول له ايه؟ هاجي اقول له هنا كده db.save. وانت ممكن تحط له ستيل ساعات تقول له انت فال ايكوال الداتا اللي راجعه دي، ولو كانت اف الفال اكبر من زيرو حصل له ابديت، else في اي مشكله. ممكن ناخد السطر ده كده الظريف اقول له كنترول بي واجي هنا كده اقول له سبعت لي انا بعت لك نوتيفيكيشن نيو انونيمس اوبجكت، هبعت لك حاجة اسمها status equal مثلا 1 ومثلا المسج بتاعتي ايا كان شكلها يكون عامل ازاي updated success. ولو كان غير كده هاخد كنترول سي واجي اقول له هنا لا ده المسج بتاعي مثلا update fail سي try again. ايه؟ اه نغير السيت نخليها سي زيرو. خلاص كده؟ تعمل له ايه؟ سيف. في حد عنده مشكلة دلوقتي؟ السيت اي حاجة. انونيمس اوبجيكت ده ممكن يكون اي حاجة انت بتبعتها. انا بس عملت شكل اوبجكت هيتبعت لما الايديت تحصل. الشكل ده اسمه انا حاجه مش متعرفه تعملها على مزاجك، تمام؟ بس هي حاجه فور ناو، يعني هتستخدمها دلوقتي وبعد كده يحصل ايه؟ الشكل تاني، تمام؟ يعني ما اقدرش ان انا استخدمه زي ما هو اوبجكت زي برودكت كده اجي برودكت دوت مش عارف ايه. لا ما عنديش ابيلتي ان انا بس عملت حاجه انا ممكن ايه على الطاير، زي ما هو اوبجكت من فلاي حاجه على الطاير، ما دام ملوش اي حاجه ملوش ريفرنس حاجه بتعرف كده عشان هبدا استخدمه في حاجه تانيه،
فاهم؟ انما الاسماء دي بروبرتي عاديه جدا خالص، بس اسماء البروبرتي دي اقدر استخدمها في اي حاجه تانية، او كمان اقدر مش لازم يكون اسمها بالمنظر ده، يعني ممكن اسمها اي حاجه. مسج ممكن تكون مسج تكون بالمنظر ده مسج، مش هيعترض خالص. تمام لغايه كده فيها مشكله؟ فانا هاجي بقى هنا في الكرييشن ده كله هنا في حاجه واحده، هنعمل برضو حاجه لمين؟ الايديت. فناخد ده كده كوبي، شوف بس اخره فين اهو. كنترول سي واجي هنا الباتوم ده بقى ايه؟ بي تي ان ايديت. خلاص كده. وهجيب داتا من تكست اي نيم وتكست من تكست من اي برايس و اس ال كات دوت اي دوت في. هبعت برضه ايه؟ ولا يهمك الحمد لله على السلامة. خلاص كده. البرودكت بقى انا هاكل مين؟ هاكل ايه ده؟ بس خد بالك انت لغايه كده لغايه كده بعت بس مين؟ بعت النيم، بعت البرايس، بعت الكاتيجوري. ايه؟ كاتيجوري ايه؟ طب ازاي انا هبعت بقى مين؟ هبعت الاي دي ده يا عم، عرف متغير اهو فار برودكت او تعالى نسميه اي دي. تمام اهو. واجي جوه الفانكشن دي، هي كده كده يحصل لها كولينج، اقول الاي دي ده تعالى دي نقول ده مثلا ماشي برودكت اي دي اهو اللي هو خليه فوق ده كده ايكول مين صح كده. وهاجي هنا كده اهو في الايديت، ممكن اعمل في اليو ار ال كده اقول له ايه بلس برودكت اي دي. هو البوتون نفسه على الاي دي ماشي، بس هتجيبه هنا ازاي؟ ما انت هنا بي تي ان ايد فاهم، وانت كده كده اصلا الفانكشن دي بتتنفذ صح؟ الفانكشن دي كده بتتنفذ، فكده كده هتجيب الجيت الاي دي. فبعد كده ان انا ايه اقدر ان ايه اقول الاي دي ده. طب تعال نشوف دلوقتي لغايه دلوقتي هيروح لايد ولا لا، يعني تعال نقف هنا كده ونشوف الدنيا شكلها عامل ازاي. قول له ستارت ونروح للبرودكت كريت. تعال نقول له مثلا ايه؟ تمام تعال نقول له ايه؟ اوف الاي دي ده 26. تعال نقف على البرودكت داون، بعت لي كاتيجوري نمبر 3 سامسونج اس 3 1200. هل دول الناس المبعوثه؟ خلاص امشي بقى ستيب باي ستيب كده. طب خلاص هو ايه ابديت كونتينيو. تمام هيقوم طلع لك ايه ابديت سكسس. هو يا عم انا نديتها هتلاقيني عامل لها كولينج في حاجه، راح جاي عامل ايه مظبطها يعني لو جيت هتلاقي لا بص في الايديت امبارح كنا حاطين اكل في فورم كده في حاجه انت طب والله يا عم انت ممتاز. تمام بس خد بالك بقى ان هو ما عملش ريفرش لمين؟ للتيبل. يعني احنا مثلا المفروض ان هو غير مثلا لو جينا عملنا ايديت هنا، لا انا اخلي سامسونج اس 3 يا عم نزل سعره شويه، خليه ب 1000. تمام وتعالى قول له ايه؟ تعالى قول له ايديت. تمام تعالى نو تعالى نو سي كونتينيو ماشي اوكي. تعالى نقول له ايه؟ كلوز. ما غيرش، مع ان لو جيت عملت ريفرش كده هو ايه؟ فمحتاج ان انا اعمل ريفرش لمين؟ ليه؟ او اجيب الداتا القديمه. يعني سوري اجيب ايه؟ انادي على الفانكشن اسمها ايه؟ جيت اول برودكت صح كده؟ يعني انا اهو كان عندنا فانكشنز كده اسمها ايه؟ فين هي؟ في الكود بتاعها اللي هو ايه؟ تمام ممكن احطها في فانكشن اجي اقول له كده فانكشن دي هسميها مثلا جيت برودكتس وعم هات الاجكس بتاعي ده كله على بعضه كده كنترول اكس كنترول اي كنترول اي بقى الفانكشن بتاعت اسمها جيت برودكتس. بس خد بالك بقى الفانكشن دي مش هتلود تاني ليه؟
انها فانكشن لازم اعمل لها كولينج. يعني الاول كان هو عباره عن كود او سكريبت كان بتنفذ لاين باي لاين فكان بتنفذ. انما انت دلوقتي حطيتها فانكشن والفانكشن مش هيحصل لها تنفيذ غير اما اعمل لها كولينج. يعني لازم ان انا اجي فوق كده او ممكن تحتيها عامه مش تحت مش مشكله اقول له ايه جيت برودكتس ولو سمحت اما اعمل ايديت تحت اهو ادي باتون كرييت ايديت ولما يكون سكسس بتاعتي هاجي اقول له ايه اهو جيت برودكتس. خلاص كده فساعتها تعال نقول له ايه اهو روح للبرودكت كرييت تعال مثلا عدل في ده ون نخليه مثلا يو اس بي مثلا 3 والسعر بتاعه مثلا سي 35 وتعال نقول له ايه كونتينيو. خد بالك بقى راح جاي عامل لك ايه هو يعني لغايه كده سوري ما عملش هنا ايه اي ثينك ما عملش ابديت بس هنعمل ريفرش كده فين ايه تمام بس لودها مرتين صح كده بس هتيجي هنا تقول له ايه قبل اللي بتاع ده كده هتقول له ايه اسم التيبل بتاعنا كان اسمه ايه اهو كان اسمه تي بي ال ايه برودكت صح كده خده كده كافي اه تمام او كنت بخلي البطن سبمنت وتريح دماغك بس هنا او ممكن هنا تحت هنا خلاص تقول له ايه عم قبل ما تلود الداتا اهو تاني الاي دي اسمه تي بي ال برودكت دوت ام تي فهمتي فين مش هتفرق اهي تمام وتعال قول له سيف اعمل ريفرش كده تاني 35 تعال نغير نغير اللي هو اخر مثلا حاجه دون سامسونج مثلا قول لا اس 5 تمام مثلا سعره لا ده 2500 نوع موبايل قول له ايه قول ايه كونتينيو يا عم تمام او سامسونج اس اس 5 2500 نوع ايه نوع موبايل تمام ممكن بقى انت تخلي يعمل كلوز يعني في الايديت هنا كان بيخليك واقف هنا لغايه ما تيه لا انت ممكن تيجي فيه مش ده ايديت طب ايه اللي كان بكلوز الدايلوج مش احنا كنا فاتحين دابتش سكولز كده اهو موديل روح هنا موديلز عامه ايه اللي كان بيقفل الدايلوج بص عندكم هتلاقي عندنا في حاجه كانت تكلوز فين ديسميس انا مش شايفها والله تحت اخر سطر اي ديسميس ايه ديسميس موديل تمام فانا ممكن اخد السطر ده كده واقول له ايه داتا دوت ديسميس موديل هتلاقيه عندنا في الباتون بتاعنا ادي اهو لو رحت انت كده في الباتون بتاعنا اللي هو كرييشن كنا عندنا في الموديل ده اللي تحت كده اهو اهو تمام هتلاقي داتا ايه ديسميس خد يا عم دي كده كابي حطها في الايديت برضه خلاص كده وتعالى ريفرش تاني كده وتعالى نقول له مثلا هنعدل في لابتوب ده مثلا نخليه اي حاجه لابتوب ده نيوفو مثلا سعره مثلا 5000 وتعالى نخليه لابتوب تمام كده قول له ايه قول له كونتينيو تمام ادو لابتوب نيوفو 5000 قفل سميث وشغل الدنيا خلاص كده طيب اخر حاجه عامه عشان يبقى عملت عليا في النقطه دي ممكن اعمل ايه في عندكم اليرت سي ممكن تظهره عامه يعني ممكن الاليرت دي تظهرها ايه يعني سكسس مش عارف ايه زي ما انت بتشوف الحاجات ايه الحاجات الموجوده عامه يعني لو جيت تشوف دي كده في المنظر ده هتلاقي داتا معمول ايه في المنظر تقدر تقفلها وتقدر تعملها وتشتغل ايه تشتغل الحاجات الموجوده عندك دي. تمام كده يعني ممكن تاخد دي تقول له مثلا لو كانت سكسس اظهر لي بقى الالرت ده الديفيا دي صح كده؟ يعني ممكن لو كانت سكسس تقول له ايه؟ اظهر لي
الديفاية بتاعت اللي موجودة عندي دي ان كان سكسس، واعمل بعد كده عمل ايه؟ اعمل انت كلوز. تمام؟ هتتحكم فيها عن طريق شو وهايد بس، مش اكتر من حكاية. نفس انا عملت الموديل دايركت، بتقدر تعمل ايه؟ تقدر تعمل الدايركت دي. عاملها ولا ايه؟ خلاص ولا انت خلاص فهمت الكونسبت؟ خلاص يعني؟ طيب، ايه تمام؟